رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم غادي نقدم لكم عروس المائدة الرمضانية، الحريرة المغربية بقوامها مع كل أسرار نجاحها ولذتها. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو قطع من اللحم، الشعرية، جوج عروش ديال الكرافس اللي مقطعين، قزبور ومعدنوس، مطيشة محكوكة، بصلة مشلضة، زلافة ديال الحمص اللي مفزك ليلة قبل، بيضة، زيت المائدة، مايزينا، حك صغير ديال مركز الطماطم، ضويمة الزعفران، ملح، إبزار، خرقوم، سكينجبير أو الزنجبيل، والسمن. في طنجرة وعلى نار متوسطة نوضع الحمص ديالنا اللي مفزق ليلة قبل. كاين اللي كيبغي بقشور وكاين اللي كيحيد له القشور، أنا كنفضل نحتفظ بهم. نضيفو مطيشة محكوكة، الكرافس، البصلة، جوج معالق كبار ديال القزبور والمعدنوس، اللحم، معلقة صغيرة من الخرقوم، إبزار، سكينجبير، الضويمة، ثلاثة معالق كبار ديال زيت المائدة، ملح حسب الذوق، وتقريبا لتر ونصف من الماء الساخن. نخليو الطنجرة ديالنا حتى تغلى مزيان، وعاد نضيفو السمن ومركز الطماطم، نحركو مزيان ونخليو حتى يطيب لينا الحمص واللحم. بالنسبة للحم كيبقى اختياري. في إناء نوضعو ثلاثة ديال المعالق كبار ديال المايزينا مع القليل من الماء، نخلطو مزيان حتى ما يبقاوش لينا الحبيبات. ثم نصبوه في الطنجرة ونحركو مزيان حتى نحصلو على حريرة اللي ما تقيلة ما خفيفة، او لا على حسب القوام اللي بغيتو نتوما. كي تغلى نضيفو جوج معالق كبار ديال القزبور والمعدنوس، الشعرية، ونزيدو البيضة ونحركو غير بشوية باش ما نهرسوهاش. نخليو الحريرة ديالنا تغلى ونقدموها بالصحة والراحة. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريرة ديالنا. كنتمنى وصفة اليوم تكون عجبتكم ونكون خفيفة على قلوبكم. كنقول لكم إلى الملتقى مع فيديو جديد إن شاء الله.